ترتفع قيمة المدرب العراقي بالنادي. أتفق بهذه النقطة، بس أريد توصف لي هذه المهمة. البعض وصفها مهمة انتحارية للمدرب الوطني. أنت راح تستلم منتخب ما فايز 7 مباريات وتريد تفوز بمباراتين حتى تنافس على المباراة. مو تكريم للاعب، يعني بس اللي هو العفو للمدرب، مو تكريم للمدرب، هي مسؤولية كبيرة راح يوقع بها المدرب. وجوز محرق الاسمه. مو صحيح يعني، فهي شنو مسألة يعني يجب مثل ما قال أستاذ أكرم يعني تحتاج إلى استشارات، تحتاج إلى المدرب يحاط به من الخبرات الكبيرة اللي تحيط بالمدرب وتدعمه من خلال هاي المباراتين. يعني ما تقول المدرب ويروح، لازم هذا لازم أكون مستشارين، أكو لجان تحلل. يعني أنا من البداية كنت يعني ويا المدرب العراقي، مدرب المحلي، لأن المدرب المحلي عنده قدرات وإمكانيات. هسه عندك أستاذ أكرم، عندك المجموعة الآخرين، هذول كلهم عندهم قدرات وإمكانيات عالية تدريبية. بس الشارع كابتن، أنت صح كلامك، أنا أتفق. بس الشارع فقد الثقة بالمدرب المحلي نتيجة هذا إعلام، نتيجة الهجمات والضغوط والتسقيط هذا إعلام مو إعلام يعني حضركم قصدي التواصل الاجتماعي، وهذا هذا هم يعني زجوها، واكو ناس تكتب بهذا الاتجاه. ليش؟ لترضى آخرين. أنا أقول لك منو اللي من مصلحته يسقط المنتخب المدرب الوطني؟ منو؟ مدرب، كلهم مدربين زينين المدربين. ليش يسقطون بهم بمواقع التواصل الاجتماعي؟ ليش الشارع فقد الثقة بهم؟ فقد الثقة بهم لأنه هيقولهم السبل وعطاهم أن المدرب الأجنبي هو الأفضل. المدرب الأجنبي سوى، أنا أقول لك أكو مدربين أجانب عندهم قدرات وإمكانيات عالية، بس مو ذول اللي يجونه اللي ما حد يعرفهم. مو صحيح يعني، مثلا إحنا من اجى بالادفوكات من البدايه، يعني انا واحد من الناس قلت هو يبقى في شهرين يلا يتعود على هي المهمه، بعد لها شهرين يلا يتعود على اسماء اللاعبين. هو جاء قبل 20 يوم مو صح يعني، ايه يعني ما يقدر يتعود، ما يقدر هذا. فهي المهمه من البدايه كانت مهمه فاشله، عرفت شلون؟ اللاعبين اللي اخذهم معسكرات تدريبيه مو هم اللي لعبوا بالبطوله، يعني كأنما هذني هيك المعسكرات التدريبيه اللي راحوا لاسبانيا ما ادري وين، ما استفادين شيء. هم طلعوا اكثر اللاعبين طلعوا من المعسكر وما اختارهم هو.